كويس ان انا ان المصدر اداني هذه التكنولوجيا وهذا العلم وهذا الفكر وهذه الاجراءات ان احقق بيه كل اللي انا عايزه. تمام. وعيش ان انا دفعت الايجار. عيش وثق تماما ان الايجار اندفع، مع ان الواقع اللي الايجو بتاعك بيقول لك انتهى يا ابني، انتهى يا ابني، انت تعيش يا عم في الواقع بتاعك. ولو حكيت الكلام ده للناس يقول لك انت مجنون يا ابني. لا انا يعني انا اتعامل فيها كتير كده، اتعامل فيها كتير كده، بس بتعدي معرفش ازاي، ما بحطش حاجه يعني، ما بحطش حاجه معينه يعني، بتعدي. انا بس عايش انها في الحاجات اللي هي الجانبيه مع الروح دي، طول ما انت ماشي وبتدي حب للناس وبتدي امان للناس وبتدي علم للناس وبتدي ثقه للناس وبتدي امتنان للناس وبتدي مصالحه وغفران ومسامحه لكل واحد. يعني انا يعني انا حتى الاله الكاذب اللي علمونا اياه انا مش بستغفر له، لا ما زلنا نحب هذه الكائنات. ضحكت عليك، مش بقول لك مثاليات بقى ومش عارف، مش عايز وش اللي افتكر لي ان انا مش عارف بقول الكلام ده عشان قناه ولا كلام. ماشي العب يلعب، ما زلنا نحبه لدرجة اللي ضرب ابني في حادثة وركب لي شرايح ومسامير. أنا لا أنا بحبه. نعم هول الصدمة كان جامد بس عادي، ما زال بحبه ومسامحه كتير بقى على كده. فانت حب، اي نعم الحب، الحب مش معناه ان انا ادمان عليك، الحب اسمها كده يعني هرمون، ما فيش حب بدانه عامل كده يرمي 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 يرمي. الحب هرمون، حب لله هرمون، مش الحب بين الراجل والست، الحب اللي هو لا تناغم توازن، انا وانت هنقرب في مكان واحد، انا والمشكله هنقرب في مكان تالت، ماشي دي المشكله وده حلي وفي مكان تالت، لا احنا الاثنين هنروح له، ماشي ممكن بالالهام او لو مش عارف، لا المشكله هي ودي ده حلي، لكن عندك يا نفسي يا ولي الامان كله. ماشي الناس اللي بتعمل الحركات اللي بعملها دي بتودي الكلام ده توديه للاله في الخارج، ماشي ده هبل. نفس العليا دي راكبه في دماغي هنا على فكره، وراكبه في دماغ كل واحد هنا. روح طاقة، كل ما بفكر يعني كل موجودة يعني، حتى الـ أنا اللي في كل الخامس النور الأبدي، مش أنا بقى يعني النور الأبدي إله النور اللي خرجت منه كل التكسلات دي، ماشي وهو جاي من الصوت، ماشي أو بلاش هو جاي من الصوت عشان الناس تقول أب وأم وابن، الصوت النور إلهين يعني، ماشي إلهين قدرتين، ماشي
ليهم ذكاء وليهم حب ورحمة وإرادة، خلقوا الأكوان دي كلها. كل ده موجود داخل المصدر، فكلنا صور للمصدر. حتى أول اثنين، أول كلمة وأول نمرة كلهم داخل المصدر. حتى لو سميت ده إله ودي إلهة، أب وأم، ذكر وأنثى، كله داخل المصدر، كله يخدم المصدر اللي احنا فيه كلنا. ولولا المصدر ما كانش فيه أب ولا أم، وكلنا نحترم بعض، واحنا ما خرجناش بره المصدر. والمصدر يعني روح، يعني طاقة، وكلنا أشكال من أشكال الطاقة، فموجود معانا ومش فوق في السماء، ماشي. وكل اللي شايفينه بره دوت اسمه وهم، هولوجرام، الحقيقة بس هي اللي جوانا. ده برنامج جوانا، احنا شايفين بيه حاجات صلبة، مش شايفين تليفون، مش شايفين. ده برنامج عايشين فيه دلوقتي، بس بنحاول نعدله. عادله ازاي؟ بكل ما بفكر فيه بفكر من جوايا. عادله ازاي؟ احط نفسه في الصورة التصور ده انا عايزه. تعبان، اسال نفسي العليا لو سمحت، عائلة روحية بقى مش عارف ايه، وانا هستسلم. احكي لي بس موضوع المرض دوت وبتاع. جالي شد عضلي رهيب، فانا كل مره اقوم اعمل تمارين في ثانيه عشان الالم يروح. يروح شويه يروح راجع تاني. مره ما رحت قلت بس استسلم الالم. وعز ما كان الشد موجود وانه هلا مرحبا، انا عارف انك جاي تطهر هذا المكان. اقسم برب اقسم بلاش اقسم، الالم ما عادش بيجي تاني، ماشي. فرجلي دي رحت رايح بعدها بفتره الشمال عملت، قلت نفس الكلام، والله ما بيحصل تاني. استسلم للالم، الطاقه دي سيبها تطلع، سيبها تطلع. يا جماعة أنا هقفل، أنا يعني أنا هقفل. أنا اللي عايز حاجة مني أو اللي هاجي بعد إذنكم في أي سؤال. ده في أسئلة. هناك قليل من المصيفي في الفكرة، مين هو اللي قلل من المصيفي؟ الشيخ أباؤنا الأولين، الشيوخ أباؤنا الأولين. الكلام ده مش مظبوط. تحياتي لله وأحلى سلام. آخر غير خضر إن أكل اللي هو راس ده. الشيوخ أباؤنا الأولين، هذا منطق. لا مش عارف، يعني أنا مش عايز أقول. بس كلمة شيخ دي سمعتها عادي سيئة، زي كلمة معلم صاعد دي سمعتها عادي سيئة. هويات، كل دي هوياتك انت، عائلتك الروحيه اسمها هويتك، في عائله ثانيه. بقول كل حاجه. هو عايز يسمي نفسه شيخ بقى، معلم. انا ما اسميش نفسي حاجه. انا كمان انا في الكون الاخير دوت هويتي انا واحد من مصر. انا ولا محمد ولا معلم ولا شيخ ديار ولا صاحب غنوصيه ولا لا طريقه سريه. انا ماليش هويه اصلا، انا ماليش كاتيجوري، انا واحد من مصر. مش انا الدكتور الفلاني ولا الشخصيه ولا الايجو دوت اللي جاي يقول لك انني انا الله. مفيش الكلام ده خالص. دور عليه انت الله جوه الحرم بتاعك، جوه عائلتك الروحيه، كله عارف كده كويس، وليها كتير جواه في عائلتك الروحيه. لا كمان الغنوصيه ديت ما تروحوش بعيد في الكلام ده. لا وانت بتسمع مين؟ مشكورين. ما لا تقتنع بالهراء اللي اتعلمناه، الكلمات الغنوصيه وانت غنوصي وانت مش عارف ايه والاتهامات دي. علاء انا ما بقولش انك تتهمني، لا 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 لا، ولو اتهمتني ولا هتفرق معايا.
ده اللي يفرق معايا تهمني براحتك. ده انا حاطط مراية على فكرة، انا حاطط مراية، انا عامل مراية على اي هموم بيترد ليك من نية بس كده. اي هموم صوتي نوري اي شكل من الاشكال انا حاطط مراية. المراية دي فيها كلامي الصوت بيرد اللي جاي لي، بيرد الاذى اللي جاي لي بيعكسه على طول مرايه، فاعمله زيي. فانا تهمني بقى براحته، مش فارق معايا. فاللي عايز يسال اسئله يا جماعه يسالني، وانا قعدت ساعه ان شاء الله هنزل التكنيك. يا جماعه على كتر التكنيكات، سوري للاسف الشاشه باظت. انا بنزل التكنيكات اللي بتراها مع وقتنا ووعيك، ماشي. وكمان التكنيك اللي تلاقي نفسك معبوده منه، ماشي. نفسك ما تعملوش ما تعملوش، انت غير مستعد ليه او مش لازم تعمله خالص. اهم حاجه بقى نهايه الخلاصه بتاعت البث، تجسيد الوعي. يعني انا انضبط روحيا واعرف ازاي اتعامل، ماشي. تجسيد الوعي، تجسيد الحب. تجسيد الحب يعني انا ابعد حب، اتعامل بحب، اسامح، اغفر. تجسيد الحب مش مطلوب منك حاجه ثانيه. حتى اللي ماتوا استحضر، استدعي الافاتار بتاعه، الكريستو بتاعه، وكلمه. تخيل ان هو نور ده مكانه، كلمه الفلان الفلاني، كلمه. انا سمعت يا جماعه الحديث ان احنا يعني الموضوع الفلاني دوت حصل فيه سوء تفاهم، وانا كان قصدي كده، وده كان احساسي هو خالص. احكي له الموقف ده كله واشعر بالشعور ده كله اللي حصل اللي بينك وبينه، وعايز مرة مرات برضو في الحكاية دي قلت لك اكتب الحاجات اللي انت مضايقاك في ورقة وتحرقها. فانا قلت فاكر انا الكلام ده صح؟ فاكر انهي فيديو بقى؟ مش فاكر والله، بس انا هعمل كده خمس دقايق كده، ايه حاجات زي نسأل فيها ازاي احرق الحياه اللي انا مش عايزها. نيه عادي التدبير بحيث انا من ناحيتي المفروض ان لغه المشاعر والعاطفه والذاكره، ها؟ لغه المشاعر جسم النجم العاطفي بالذات، ها؟ لغه المشاعر انها تتحس، ما اكتبهاش. خلاص جالي مش طالع من جوايا، بس اعرف بس ده جوايا ولا ده شعور جاي من طاقه حد تاني. لازم اميز دي، ده لازم يبقى في احساس بالتفريق والتمييز. هل انا الكلام ده جاي لي من حد تاني، من مجموعه من هنا من هنا، فانا كلنا قابلين الكلام ده فجاه نفسنا زعلانين ليه؟ ها؟ ليه؟ في واحد فينا احنا مفتوحين عليه. فانا برضو بحط الدائره دي عشان ما استقبلش اي حاجه من حد، ماشي. ايه تاني؟ بالحرب على الخوف، بالحرب على الخوف، ويا قاتل يا مقتول. جاي يبقى صعب جدا، صعب جدا في التحور الجديد اللي هم بيقولوا عليه، بس ده كله للتخويف. يا ريت كل الناس ما تخافش، سلم امرها لله، وعارفه ان الله موجود والله قادر على كل شيء، ما يخافوش من اي حد. ده كله تخويف، ده مجموعه من الناس هم اللي بيحاولوا يعملوا كده عشان يخوفونا. حتى الوظائف اللي هتقف والناس اللي هتبطل عمل؟ لا، كل ده الناس تقف وقفه حلوه صح، وتخوض التجربه، وما يخافوش من اي حد، وما يهمهمش كلام اي حد. يعني ما نسمعش كلام حد؟ لا، نسمع كلام قلبنا وربنا بس. ومهما يقولوا لنا في ايه، ها؟ اه
دي أجندة ليهم. دي عايزيننا اللي هي زي المخطوط اللي بيحطوه بيخططوا بيه عشان خاطر انهم يستعمرونا. حاجات يعني كده حاجات كتير من دي. عندنا الخاف عندنا في ساقية هم عايزيننا كده على طول ساقية العمل 16-17 ساعة في اليوم ويمصوا دمنا. زي يعني لازم ناخده وناس أعلى مننا وناس أوطى مننا غلط. بغض النظر عن ايه اللي سبب الوقت وانا قلت التعايش هنعيش هنعيش بس المفروض انا قايل الكلام ده من زمان والمفروض هنعيش من دلوقتي جوه كل بيت يزرعوا اكلهم جوه كل شقه هو المفروض كده من زمان. لا 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 يا جماعه ابتدوا خزنوا ابتدوا خزنوا وما تخافوش ومهما كان خوفك من فقدان الوظيفه والعمل والكلام ده كله اقف وقول لا لان ربنا موجود دي اجنده ومهما كان العلم اللي هم عايزينك تشربه ويخوفوك وكل حاجه بتخوفك اساسها الشيطان اذا هم اعوان الشيطان وانا عارف ان اللي هيحصل في الكلام في القناه قلق لكن بوقفك على رجلي. الوقت معلومه جديده بقى يا جماعه احنا فعلا انفصلنا عن بعض والوفاة الجاية دي هتبين مين اللي هيروح يفضل في الأرض القديمة ويتعامل بنظامهم والاستعباد. احنا الكوكب الوحيد اللي بنعمل من 8 الصبح لغاية 5 المغرب مفيش كوكب على وجه الخليقة في الأكوان كلها بيعمل الكلام ده. احنا في ظل الاستعباد احنا كله مجبر على العمل وكله مجبر على العمل لانك متعلمت ان العمل هو اللي بياكلك فلوس مع ان الكل سواسيه. ربنا خلقنا كل سواسيه ربنا خلقنا في ارض واحده ربنا خلقنا كلنا نسع بعض الاكل متاح في الارض والاكل والشرب والمتعه والمال احنا اللي اخترعناه ودلوقتي هو اللي بيتحكم فينا. اذا نرجع للسواسيه ونكون مع بعض والنظام الاستعباد اللي حطينا نفسنا فيه وسمعنا للناس فيه نوقفه وهم هيجبروك من 2020 وقبلها بيوقفوك حظر وتجوال في كل العوالم وممنوع تلمسوا بعض والبس حتى الكمامة بتأثر اكسجين يوصل لك جوه الدم انت فاهم يعني ايه. وطول ما انت ما امنتش باللي بيقولوه اذا ما فيش حاجة هتلطك استحالة وده تحور هم عاملين. وبيني وبينك ربنا شايف الكلام ده كله عشان انت تقف على رجلك وتقول لا انت حر محدش يملكك زيك زي اي حد ومش المال اللي هيحكمك. احنا ممكن نعيش بدون مال. الوقت اتقسم حد هيأمن بالكلام ده رايح بعد والارض الجديده البعد الخامس والسادس والناس اللي هتخاف هتدناها هنا وهنلاقي حوادث كتيره حوادث جماعيه كتيره ناس هتموت ارادوا ان هم مش هيكملوا عقود حياتهم ان هم مش قادرين يتواصلوا مع الانقسام اللي هيحصل ده واختيار اروح فين مع ان في ارض جديده اللي انا قلت عليها دي ما نخافش احنا مع نفسنا احنا مع نفسنا. اقف ضد الظلام اقف ضد الظلام خوفك عدوك الحاجة اللي تخوفك اقطعها مهما كانت هنعيش هناكل مفيش حد هيموت الامراض هتختفي لو عشنا مع بعض. الامراض اساسها عواطف زفت بيننا وبين بعض بسبب المال والاستعباد والعلاقات السيئة والمصلحة اللي فوق بعضها والتحكم في بعض. لو عشت من قلبك كلنا نحب بعض ولازم نحب بعض بغض النظر بقى عن دينك وملتك واي حاجه. احنا انقسمنا فعلا في قطين زمن دلوقتي من سيبقى في القديم ومن سيخرج للنور. السلام عليكم.